هاي أنا أمينة، ودي فكرتي المختلفة لإعلان كونو اللي بتنتهي بجملة كونو مختلف. كان في واحد من يوم ما اتولد كل ما ياكل حاجة تطلع له وردة، ولما كبر شوية اكتشف إن كل نوع أكل كان بيطلع نوع ورد. كان بيبهر الناس كلها بالورد اللي بيطلعه واشتهر في العالم كله. ومرت السنين وفي يوم جابوله كونو فكلوا وطلع فسيخة، والناس كلها اتأكدت ان كونو مختلف. كونو منتج مختلف، شكل مختلف، طعم مختلف. ابعت افكارك المختلفة على كونو مختلف.com.